معنا احد الناجين من الحادث. اتعرفنا بيك، اسمك ايه؟ ماهر. مين يا ماهر؟ انت كنت راكب في عربيه كام؟ عربيه الاخيره ولا ايه اللي حصل؟ جيب لهم ودايما بها خبطين ببعض. انت شو ايه اللي شفته بالظبط؟ خبط ببعض. انت حسيت بالخبطه؟ طب في حد اصيب عندك ولا توفى في العربيه معاك؟ لا الحمد لله. انت كنت فانها عربيه من قدام ولا خالص؟ ورا خالص. والصدام كان من ورا ولا من قدام؟ لا كان قدام. من قدام. انت كنت رايح فين يعني اصلا؟ كنت رايح مقصود وخدت الورق عشان تحضر الحادث يعني. طيب الحمد لله بسلامتك. انت العربيه بتاعتك اتقلبت ولا اتقلبت؟ طلعت سليم يعني الحمد لله. طيب انا بشكرك وشكرا.